لجميع النساء السوريات. يطيب لي باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل أن نتقدم إليكن بأسمى آيات الاحترام وأعمق مشاعر المحبة والسلام، لنهنئ ونبارك لجميع النساء السوريات عامة ونساء شمال وشرق سوريا خاصة. انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس المرأة في عوائل الشهداء لشمال وشرق سوريا. وفي هذا اليوم التاريخي إننا نقف على هذه الأرض المقدسة التي ارتوت بدماء أبنائها الشرفاء، لنستذكر بطولاتهم عرفاناً بتضحياتهم وامتناناً لما أظهروه من شموخ وإصرار للحفاظ على المكتسبات التاريخية في شمال وشرق سوريا. فبقدر فخرنا لشهدائنا، بقدر اعتزازنا لأمهات وزوجات وأبناء وبنات وعوائل شهدائنا اللواتي أغدمنا بصبرهن وإرادتهن الصلبة وأصرارهن وقوتهن بالثبات لحماية أرضنا وتماسك أبنائنا، وللوقوف صفا واحدا لمواجهة كافة التحديات والمحن التي تمر بها سوريا. فتحية عز وافتخار لكنا، فمن كنا نستمد القوة والصمود ونتعلم البذل والعطاء. وأن انعقاد الاجتماع السنوي للمرأة وتواجدنا في هذا المكان كنساء سوريات على مبادئ أساسية وأهداف سامية، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على وحدة نساء شمال وشرق سوريا وعلى الوعي والتنظيم الذي توصلنا إليه في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية. واجتماعنا مع بعضنا هذا بحد ذاته هو رسالة وفاء واعتزاز اتجاه شهدائنا الذين أدوا دور القيادة في وقت ساد فيه الاستسلام والخنوع وإنكار الذات وخيانة القيم الإنسانية بكل معنى الكلمة، حتى أصبحوا لنا ميراثاً حياً نقتدي به وجواب الرد الذي يليق بأبناء الشعب السوري وبحقوق جميع النساء السوريات في تحقيق العدالة والحرية. أمهاتنا ورفيقات دربنا، إن معاناة المرأة ما زالت مستمرة في ظل الصراعات والحروب الدائرة في سوريا، ومما زال تعميق معاناتها النظام السوري المستمر في استبداده وتباعده عن حل الأزمة السورية. وهذا مما جعل سوريا ساحة للتدخل الدولي والاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، وهذا ما سبب في قتل وتهجير وخطف النساء والإتجار بها وارتكاب أبشع جرائم الحرب بحقها. وأمام كل هذه التحديات ومعاناة الاحتلال ونتيجة سياسة النظام البعثي، ما زالت المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا تناضل وتكافح لتكون السباقة في تنظيم نفسها وتوحيد كلمتها، لتثبت أنها قادرة على قيادة المرحلة والوصول بسوريا إلى بر الأمان والاستقرار واستعادة الحقوق وأرساء روح السلام بثورتها العظيمة، ثورة الديمقراطية، ثورة أخوة الشعوب والعيش المشترك. فمن هذا المنبر الحر اسمحوا لي أن أوجه رسالتنا الإنسانية والسياسية إلى أمهات ونساء عفرين وتل أبيض ورأس العين وبنات ونساء إدلب، أنتن خير قدوة ومثال للتضحية والمقاومة، أنتن مسطرة نوعية ليس لنساء سوريا فقط بل لنساء العالم أجمع. فعلينا بالتضامن والتكاتف وتحقيق مقاومة مشتركة، علينا تنظيم وحماية أنفسنا وتوحيد صوتنا وموقفنا على أن نعمل سوية لصنع السلام ونساند كل مقاومة للمرأة أينما كانت وأينما تكون. بصوتنا صوت الحرية سنكتب سطور التاريخ ونكون مثالا نوعيا من أجل الحياة الحرة، وسنعمل على أن يكون لنا دورا بارزا وطليعيا
في حل الأزمة السورية وضمان حقوقنا في دستور سوريا المستقبلية. وعلى هذا الأساس أمام عظمة أرواح شهدائنا وعلى رأسهن شهيدات الحرية، نجدد عهدنا لبذل كل ما بوسعنا للقيام بكافة المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتقنا، وأن نكون صوتاً ووجداناً لجميع النساء السوريات ولبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. فمرة أخرى أبارك هذا الحضور الرائع، فبوركت وبورك الجميع جهود النساء اللواتي اخترنا درب النضال، درب الشهداء، درب الحرية والفكر الديمقراطي، ونتمنى النجاح والتوفيق لاجتماعكم هذا، وأن يخرج بتوصيات ومخرجات تريد